هلا مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم روتيني اسوي كيكة على طريقتي، وسوالف نصائح وسوالف فضفضة من القلب. بنحكي بخصوص نصائح للرجال بصورة عامة، ونصيحة لكل رجل، نصيحة كل الرجال وصورة استثنائية. وأتمنى أنه أني ما أنشر كثير على اليوتيوب، لأن صاير بصراحة ممل. فأني عندي قناة على التيك توك، أتمنى تشتركون بها. إذا تحبي تابعني تابعني هناك، لأن شوية ظريف وحلو ولطيف هناك، يعني برنامج حلو، تطلع ناس بثات بيجات عن الملابس، يفتحون بثات بجروبات، يعني بثات عن المكياج، وبثات يفتحون عن النصائح حلوة، يعني برنامج كلش حلو مفيد، ملابس واكسسوارات ومكياج. تعرفون هنا أنا ما أحس إنه ملل باليوتيوب. في الحب يتابعني، اسم قناتي هناك على تيك توك اسمها مثل بيت بغداد سوسي البرنسيسة. صورتي حطتها، يعني ما واضح، بس صورتي نفسي باليوتيوب، نفس اليوتيوب نفس الصورة، قناتي على اليوتيوب نفسها على التيك توك هناك. تابعوني لو سمحتم، تحياتي. اليوم نحكي موضوع نصائح بخصوص الرجال، أو الرجال أو كل رجل بصورة استثنائية. نصيحتي للرجل في زمننا هذا، إذا زوجتك يعني كانت تصونك في غيابك. نصيحة للرجل في زمننا هذا، إذا كانت إنه زوجتك تصونك في غيابك، وتحافظ وتحفظ سرك وتطيعك ويعني تطيعك وتعينك، وانت تطلع للعمل او تطلع للشغل وانت مطمن وراحة بال وماخذ، يعني شلون يعني مطمن وبالك مرتاح، فانصحك انه يعني تصلي وتفجد ربك وشكره انه رزقك بهيجي زوجة صالحة. اشكر ربك وبايدك وجهه قفة، واشكر ربك انه اعطاك هيك رزق زوجة صالحة، واشكر رب العالمين انه رزقك بهذا الرزق الصالح، وعامل مرتك معاملة طيبة وعاشرها بالمعروف، لان بصراحة الزوجة الصالحة نادرة نشوفها بهذا الزمن. زوجة صالحة، تعرفون هالأيام ما شلون هم البنات، صراحة ما احتراماتي، احنا ما نعمم، لأن لغة التعميم غلط، يعني كل من وتربيتها حسب تربيتها لها. فحافظ على هاي الزوجة الصالحة، لأن ما نادرا تلقى مثلها، والله ما تلقى نادرا منها. فحافظ عليها وصونها وعاملها معاملة طيبة. عزيز الرجل، إذا أنت كنت متزوج، عاملها معاملة طيبة وعاشرها بالمعروف، وخليها تاج على رأسك. هاي اللي تصونك في غيابك، ولا تحاول إنه تفكر يوم من الأيام تخونها أو تسيء لها أو تجرحها، لأن هاي نادرا تلقى مثلها أبدا، وماكو شبيهة أبدا، قليلة قليل البت الأصل قليل بهالولد. ولا تحاول أيضا أنه لا تحاول يوم من الأيام تفكر أنه تخونها أو تفكر الإساءة إلها أو تجرحها، لأنه ستندم، والله العظيم ستندم كل الندم، لأن حتهدم بيتك بإيدك، وما تستطيع أو ما تقدر أنه تصلح هذا اللي ما تقدر تصلح، أنه مهما حاولت ومهما تريد تراضيها ما تقدر يعني. فحاول تحافظ على هاي الزوجة أو هاي الإنسانة اللي تتحملك وتصونك في غيابك، وأما تخونك وتصونك وتتحملك بالحلوة والمرة وكل ظروفك. حاول أنه لا تجري
نصيحة إلى جميع الرجال أو المتزوجين والمرتبطين، إذا عندك إنسانة بتواجه بتأصول ومحترمة وأصيلة، حاول لا تفكر يوم من الأيام تخونها أو تجرحها أو تسيء لها، لأنك ستهتم بيتك بنفسك ويعني ولن تستطيع إصلاحه مهما حاولت. فحافظ على هاي الإنسانة المرتبة الحبابة بالتوادم. لا تنسوا تخلون لايك وتشتركون بالقناة وأحبكم كل شوية. معرض الطاولة عليكم، نبدأ بالفيديو. أول تنسيق راح ألبس هذا الكيلوت الأسود وهذا البودي لون أخضر مثل ما تشوفون. نسقت وياها الجنطة من لون خضراء وراح ألبس ويا هذا البوت الأسود. وهيش صار شكل لبسة، شنو رأيكم؟ لبست هاي القلادة وهذا شكل الجنطة من قريب، ونسقت هاي الرابطة لون أسود. وهذا شكل البدي قبل ما اسوي له عمليه تدوير. هذا شكله طبعا بيضان، فانتم تشدون بيضان على قد الخصر وتسووه في عنكه وتدخلوه بالبدي عشان ما يبين اكيد. وترتبوه مثل ما تحبون. وهسه التنسيق الثاني، راح البس هذا الفستان البنصل. ليش صار شكله؟ راح البس فوقه هذا البيش طبعا قماشة تخين شتائي كل شي دافي جنن. ونستقط هاي الجنطة البرتقالية همين. ورح نستقو يا بوت لون أبيض. هش صار شكل اللبسة، شنو رأيكم؟ كلش حبيت هاي اللبسة. بدون تضيفون عليها حزام ثاني مع الخصر. اسم مثلا اذا ويا لون ملابسي اضيف حزام لون ابيض او سمائي، يعني ويا الالوان المقاربة بالملابس. بس حسيت انه هذا الجوزي شوي راح يكون احلى، فضفت لون جوزي. وراح البس هاي القلادة همين. وأكيد نسقت وياها الربطة لون أبيض. أبيض وأسود. وراح ألبس نفس هذا البوتلون اللي لابسته، يعني راح أبقى بيه. ونسقت وياها الجنطة لون أبيض. نسقت وياها الربطة لون وردي. هاي القلادة همين لون وردي، أنا يعني من شوية أكثر مو بس أبيض وأسود. وهيش صار شكل الستايل، شنو رأيكم؟ طبعا السكارف هذا الحجم الكبير كلش قطعة أساسية عند المحجبات والمو محجبات همين. أكثر شي بالطلعات السريعة مثلا اللبسة، لأن ويا كل شي رهم، ويا بنطلون ويا تنورة ويا فستان. ومثل ما تشوفون ما احب اضيف هواي اكسسوارات، لانه لابسه خاتم وهذا المحبس الرجبي، فمن اضيف احس تصير هوسه. هيش صار شكله يجنن باللبس. وهيش صار شكله ستايل، شنو رايكم؟ نستقط ويا هاي الشيله من لون اخضر فاتح او فستقي. أو هيك يكون بيه حزام. أسود. وراح ألبس فوق هذا الجاكيت الصوف ويكون مشبش. ونسقت ويا هاي الجنطة. وهي صار شكل ستايل، شنو رأيكم؟
touching your Chanel with your red bottom heels. Ice drip like Bonnie, Bonnie down to me. نسقت ويا الجمبر هذا شال درجيت هيج لونه، هو بالحقيقة لونه جوزي فاتح، وهمين ويا الهزة ونسقته على مود ما يكون أبيض وأسود وكابوي، شوي كثرت صار لونهم كلش حلو متناسق. لبست هذا السيلفر الفلات همين وياهم، حسيت الستايل كلش مريح، يعني ما طلع سريع همين يرهم عادي. تقدرون تكون هيجي بدون جاكيت وبدون سترابلس هم كلش حلو يطلع باللبس، وتقدرون بس جاكيت تلبسون هم كلش حلو يطلع. هسه التنسيق السابع راح البس هذا البلوز لون اصفر، هيج صار شكله صوف. هذا الشكل البادي قبل ما صار على التدوير، فهيك خليته بالتن ورا، وهم يعني تسحبون شكل ما تريدون انتو على ما يعني يكون شكله مرتب. ها هي وهيك صار شكل شنو رأيكم. وهسه التنسيق الثامن رح البس هذا الطقم لون بيجي، هم يكون بدي شوية طويل وبفتحات بالجانب ويا كيلوت طويل، ونسقت ويا هاي الجنطة هم لون بيجي. ورح البس هذا الحذاء تكرمون لون بنفسجي، وهذا الحزام هم من بنفسجي. وهيج صار شكل الستايل شنو رأيكم، حسيته شوية عبال طولني. نسقت ويا هاي القلادة بيها بنفسجي هم وربطة بنفسجي، حسيت لو مضايف القلادة لان اعمالك شوية صارت هوسة بنفسجي بنفسجي. لبست هذا الجاكيت والصوف همين بنفسجي. وهسه التنسيق التاسع اخر شي، راح البس هذا الفستان البينصل هم يكون كلش طويل نفس الاسود اللي لبسته، وراح البس فوقها هاي السترة ايش صار شكلها، تجي جهة قصيرة وجهة طويلة، وهذا البوت الجوزي وهاي الجنطة. وهيج صار شكل الستايل شنو رأيكم، نسقت ويا هاي القلادة هيج صار شكلها، وهذا شكل الجنطة من قريب. ولبست ويا هاي الشيلة هم لون جوزي، وهيج سويت الفستان نفس البدي اسود هم انقصرت على كل شي طويل.